أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنستعرض أهم المحاور التي سنقوم بقراءتها وشرحها ومناقشتها خلال حصتي هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامك على الشاشة عزيزي الطالب، نحن أمام نص قرآني. هذا النص سنقوم بتحليله. ربما تتساءل بماذا يختلف النص في حصة اللغة العربية عن حصة التربية الإسلامية. بالطبع يختلف بطريقة تناولنا لهذا النص. هنا سنحلل النص من حيث المعاني وليس من حيث الأحكام الشرعية. أيضاً سنتطرق إلى جمال التصوير في النص القرآني، نعين خلالها الطباق في الآيات وأثر المحسنات البديعية. سنتعرف أيضا إلى دلالة الأفعال الموجودة في النص، الأفعال الماضية والمضارعة والأمر، ولماذا ظهر نوع من هذه الأفعال أكثر من الآخر، ما دلالة استخدام الفعل المضارع في الآيات القرآنية. سنتعرف أيضا إلى الأمثال التي ضربها الله للناس، كيف وصف الله في هذه الآيات شجرة الزيتون، صفات الرجال الذين وصفهم الله في الآيات الكريمة، دلالة ذكر وقتي الغدو والآصال، السراب، اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. سنوضح كيف تتكون السحاب وينزل المطر منها كما بيّنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ونوضح المقصود بكأنها كوكب دري، زيتونة لا شرقية ولا غربية، وأيضا يقلب الله الليل والنهار، الكثير الكثير. ستلاحظ أن الآيات في القرآن الكريم، الآيات في القرآن الكريم هنا تختلف في حصة اللغة العربية عن التربية الإسلامية. بالطبع عزيزي الطالب، لابد أن نستذكر أن سورة النور هي من السور المدنية. في هذه الآيات تحدث عن أن الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض. بضرب مثل من صورة حسية لتقريب المعنى لهذا النور الرباني، أي نستطيع أن نلتمسها ونراها، وضربت هذه الأمثال في الآيات لتقريب المعنى أيضا للناس باستخدام مظاهر الطبيعة من سراب وبحار وأمواج. أيضا بيّنت الآيات أن الله تعالى يجازي الإحسان بالإحسان ويزيد الناس من فضله بلا حساب. تحدثت الآيات كذلك عن بعض مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون كالسحاب والمطر والبرد والبرق والطير وتعاقب الليل والنهار لتكون عبرة للناس. كل ذلك سنتناوله في هذه الحصص بالتحليل اللغوي وأيضا بدراسة القضايا اللغوية الواردة فيها. أيضا سننتقل بعدها إلى أسئلة المعجم والدلالة، هذه الأسئلة التي تختص بمعاني الألفاظ وعلاقاتها ببعضها البعض. سنضيف إلى معنى اللغوي مشكاة، يسجي، الوتق، سنا البرق، يؤلف. أيضا سنستخرج من المعجم معنى الغدو، لجي، ركام. سنستخرج مفردات الجموع. أيضا سنفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة لفظا مثل عبرة وعبرة. عزيزي الطالب، قمت باستعراض ما سنتناوله خلال حصتي الأسبوع الثالث، وبالطبع سنقوم بتلاوة الآيات والاستماع إلى تلاوة من القارئ الشيخ في الصف لتتكون عندنا تلاوة مثلى، ومن ثم
سنجري قياس لمهارة القراءة والتلاوة عندك. إلى هنا أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.